بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. متن كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. الدرس التالي. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن أردت الدليل، أي طلبت الدليل على أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، إذا أردت الدليل على هذا فهو في القرآن، في سورة يونس قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل، هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يسأل المشركين الذين يعبدون غير الله: من يرزقكم من السماء والأرض؟ هل الأصنام ترزقكم؟ هل الأصنام أو الأولياء أو الصالحين أو من تعبدونهم يرزقونكم من السماء، يرزقونكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أم من يملك السمع والأبصار؟ أنتم تسمعون في آذانكم وتبصرون بأعينكم، من الذي جعل هذا السمع في الأذنين وجعل هذا البصر في العينين؟ من هو؟ هل هي معبوداتكم؟ لا، ما تقدر على هذا، ما تقدر على هذا. من يخرج الحي من الميت؟ حي مثلا النبات من الحبة اليابسة الميتة يخرج منها النبات الحي، ويخرج الجنين من النطفة، النطفة موات، يخرج منها الجنين الحي مخلوق. من يخرج المؤمن من الكافر؟ المؤمن حي والكافر ميت، ميت يعني في عقيدته، في أما المؤمن فهو حي في عقيدته وبصيرته. كل هذا يدخل في قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، البيضة من الدجاجة مثلا، البيضة ميتة والدجاجة حية، كذلك الطيور كلها يخرج فراخها منها، يخرج البيض منها، هذا ميت والطيور حية، من هو الذي يخرج هذا؟ وكذلك يخرج الحبوب من الزرع، حبوب يابسة ميتة والزرع أخضر، وكذلك الكافر من المسلم، يكون الأب مسلم والابن أو الولد كافر، مثل ما هو في نوح عليه السلام وابنه، نوح وابنه، نوح عليه السلام رسول نبي من
بياء الله وابنه كافر ميت ميت في العقيدة، يخرج المتضادات. من هو الذي يقدر على هذا؟ الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ الأمر عموما لا في شك أن هذا الكون بليله ونهاره وكواكبه وأرضه وسمائه وملائكته وجنه وإنسه كلهم يتحركون وكلهم يعملون، من الذي يدبرهم؟ من يدبر هذه الأمور وينظمها ولا تختلف ولا تضطرب ولا تختل، نظام دقيق لا يتغير؟ من الذي نظم هذا؟ هل هي أصنامكم؟ لا، فسيقولون الله. ما يقدرون يقولون هذه أصنام نسوي هذا، ما يقدرون، لو بغوا ما يستطيعون يقولون هذا، يضطرون إلى أن يقولوا الذي يعمل هذه الأشياء هو الله وحده ليس معه أحد. قل أفلا تتقون، تتقون الله جل وعلا الذي تعترفون أنه هو الذي يعمل هذه الأعمال وأن أصنامكم لا تعمل شيئا؟ ألا تتقون عذاب الله؟ لأنكم عرفتم الحق، عرفتم الحق ثم أنكرتموه، تعترفون أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء ثم تعبدون غيره، مع أن العبادة حق له سبحانه وتعالى. هذه عاجزة مدبرة، كيف تعبدونها وهي مدبرة مثلكم أو أقل منكم؟ العجيب أن الآدمي العاقل المتحرك يعبد الحجر الذي هو جامد وموات لا يتحرك، أو يعبد الميت المدفون، الحي يعبد الميت المدفون، هذا من العجائب ومن التناقض العجيب. نعم. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. نعم. وقوله جل وعلا في سورة المؤمنون قل من رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون سيقولون لله. الملك من هو له؟ من الذي يملك؟ الرب معناه المالك، من الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن؟ هل أصنامكم تملك شيئا من هذه الأشياء؟ لا. قل أفلا تذكرون، تذكرون خطأكم وتذكرون أن العبادة لله عز وجل، ألا تذكرون؟ نعم، هذا إنكار عليهم. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. الرب هو المالك، الرب هو المالك والسيد والمصلح الذي يصلح هذه الأشياء ويملكها وتخضع له. من هو؟ هل هي الأصنام والأشجار والأحجار التي تعبدونها؟ لا، هذه مخلوقة، هذه مخلوقة وليست ربا، فسيقولون الله. من رب السماوات السبع ورب العرش، السماوات السبع، السماوات المبنية سبع سماوات، رب العرش الذي فوقها فوق السماوات العرش العظيم، من هو رب هذه الكائنات؟ سيقولون الله، سيقولون الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
ما دام انه هو رب السماوات السبع رب العرش العظيم فكيف تعبدون غيره؟ افلا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ تخافون غضبه وعقابه؟ تتخذون وقاية بينكم وبين العذاب بطاعة الله عز وجل؟ هذا برهان، هذه براهين عقلية. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء، من هو الذي يملك الكائنات؟ من هو الذي يملكها؟ ومن هو الذي يدبرها ويسخرها ولا يستعصي عليه شيء؟ من هو؟ هل هو أصنامكم؟ ما يستطيعون يقولون نعم، لابد أن يعترفوا، لابد أن يعترفوا أن الملكوت لله سبحانه وتعالى. فإذا اعترفوا لزمهم أن يعبدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة، فإن أبوا تبين بطلانهم، بطلان ما هم عليه. هذا برهان عقلي. قل من بيده، قل من بيده يعني بملكه، ملك تبارك الذي بيده الملك يدبره. فالمراد بيده يعني بملكه وسلطانه، ويؤخذ منه إثبات اليد لله عز وجل. نعم. وهو يجير ولا يجار عليه، ويجير ويعيذ الخائفين، يجير يعني يعيذ الخائفين ويحميهم ويمنع عنهم عدوهم، ولا يجار عليه. إذا أراد الله جل وعلا أحدا فلا أحد يمنع الله عنه. إذا الله جل وعلا أراد أحدا بشيء، بعذاب أو بهلاك، فلا أحد يحول بينه وبين الله جل وعلا، أمره نافذ سبحانه وتعالى. ما أحد يمنع عذاب الله عن أحد من المخلوقات. فهذا دليل وبرهان عقلي على أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، وأما من عداه فهو عاجز. الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. فهذا دليل وبرهان عقلي على أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، وأما من عداه فهو عاجز، عاجز فقير مملوك، فكيف يعبد مع الله عز وجل؟ هذه براهين عقلية على إثبات التوحيد في العبادة، وأن الذي يستحق العبادة هو الله، وأنه لا يستحقها غيره كائنا من كان. نعم. السحر هو عمل يغير العقل، عمل شيطاني خفي يغير العقول ويؤثر في المسحور. فكأن هؤلاء المشركين كأنهم مسحورون، الشيطان هو الذي سحرهم وغير عقولهم فانتكست. الشاهد من هذه الآيات أن الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون بتوحيد الربوبية، وإنما يشركون في توحيد الألوهية.
الرسول طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة، واحتج عليهم باعترافهم بتوحيد الربوبية. كيف تعترفون بالربوبية وتشركون مع الله غيره؟ هذه براهين عقلية مفشمة لكل مشرك، وليس هذا خاصا بالمشركين الأولين، بل هي عامة للمشركين إلى أن تقوم الساعة. فكل من عبد غير الله فإنه ملزم بهذه البراهين. نقول لهم تعالوا، هل البدوي أو الحسين أو عبد القادر الذين تعبدونهم من دون الله، هؤلاء الأموات تعالوا، هل هم يعملون هذه الأعمال؟ هل هم يخلقون، يرزقون، يدبرون، يحيون، يميتون؟ لا، ما يقدرون يقولون كذا، لكن يقولون اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله. نقول الله أمركم بهذا، أمركم أن تتخذوا وسائط أو شفعاء، تشرعون شيء من عندكم؟ لا، الشرع حق لله جل وعلا. الله لم يأمرنا أن نتخذ فلان واسطة بيننا وبينه، ولا أمرنا أن نتقرب إلى الأموات، بل أمرنا أن نتقرب إليه هو سبحانه وتعالى، وأن ندعوه هو، نستغيث به هو، وهو قريب مجيب، يسمع ويرى ويعلم. أما هذه الجمادات أو الأموات لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون، فقراء ما عندهم شيء، أنتم أغنى منهم، أنتم أحياء تمشون وتكسبون، وهم أموات مرتهنون ما يقدرون على شيء. نقول لهم كذا، الحجة التي على الأولين هي الحجة التي على المتأخرين إلى أن تقوم الساعة. القرآن معجز، براهينه ما تتغير، معجزة في كل زمان، هي نعم، مع كل مخالف ومع كل مشرك. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هذه النتيجة. إذا عرفت أن المشركين الأولين يعترفون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية، ولا يدخلون في الإسلام إلا إذا اعترفوا بتوحيد الألوهية، هذا هو الذي يدخل في الإسلام. ما توحيد الربوبية هذا ما يدخل في الإسلام، لأنه أقر به المشركون من قبل ولم يدخلهم في الإسلام، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعترفون بتوحيد الربوبية. فالمطلوب هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو موجود وأيضا لا يكفي، وإنما هو برهان ودليل على توحيد الألوهية. أما الذي يقول أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهذا غلط، هذا أقر به المشركون ولم ينفعهم. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد المطلوب، هذا هو التوحيد المطلوب. أما الأول فهو توحيد لكنه لا يكفي، وهو موجود في الخلق، هو موجود في الخلق، ما أحد من الخلق ينكر أن الله هو الرب وأن الله هو الخالق الرازق، إلا من عاند مثل فرعون أو النمرود، وهؤلاء يعترفون في قرارة أنفسهم وإن كانوا يتظاهرون بالجحود،
لأنهم يعترفون في قرارة أنفسهم أن هذه الأمور لله عز وجل. نعم. وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى ليشفعوا لهم. المشركون متنوعون في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة عالم من عالم الغيب، خلقهم الله لعبادته وخلقهم لتنفيذ أوامره في الكون. الملائكة ينفذون أوامر الله جل وعلا في خلقه، ملك الموت ينفذ الموت في الأحياء، منهم من هو موكل بالسحاب والقطر، ومنهم من هو موكل بالوحي مثل جبريل عليه السلام هو ملك الوحي. كل ملك من الملائكة أو كل جنس من الملائكة له عمل، له عمل يقوم به بأمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة عباد لله عز وجل. كيف يعبدون وهم عباد؟ العبد يعبد من دون الله؟ ما يصلح. ومنهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأنبياء مثل الذين عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله، ومنهم من يعبد عزير ابن الله، يقولون اليهود يقولون عزير ابن الله، عزير قيل هو نبي وقيل هو عبد صالح. ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار والأصنام، منهم من يعبد الجن والشياطين، فهم متنوع. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فهم متفرقون في عباداتهم، ما هو على نوع واحد. هذا رد على الذين يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط. نقول الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان صنما أو ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك، هذا هو الشرك، عبادة غير الله، هو خاص بعبادة الأصنام، وإنما الأصنام نوع من الشرك. يقولون لا، ما يشرك إلا اللي يعبد الأصنام، أما الذي يتقرب إلى الأولياء والصالحين والملائكة هذا ما هو مشرك، هؤلاء وسائط. نقول هذا هو الشرك، لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد ملكا، من يعبد نبيا، من يعبد وليا، لا فرق. الشرك هو عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، ما قال ولا تعبدوا الأصنام فقط، قال ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا تعم كل معبود من دون الله، لم يقل لا تعبدوا الأصنام فقط، لا تعبدوا الملائكة فقط، وإنما قال ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، أي شيء من المخلوقات لا تجوز العبادة له. نعم. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت، لأنه قيل إنه رجل صالح في الطائف، وكان يلت السويق للحجاج، كان يعمل السويق للحجاج، طعام، نوع من الطعام يطعمه الحجاج تقربا إلى الله جل وعلا. فلما مات عبدوه من دون الله، لأنه رجل صالح يقربهم إلى الله بزعمهم. وقيل اللات بالتخفيف، اللات اسم
صنم حجر حجر يعبدونه من دون الله عز وجل. فاللات قيل إنه عبد صالح وقيل إنه حجر. وعلى كل حال سواء كان عبدا صالحا أو حجرا المعنى واحد، المعنى لا يتغير، لا فرق بين من يعبد الحجر ومن يعبد البشر، لا فرق. إلا النصارى يعبدون عيسى عليه السلام، يقولون إنه ابن الله، أو بعضهم يقول هو الله، بعضهم يقول ثالث ثلاثة، عقائد النصارى المتأخرون منهم. المتأخرون غيروا دين المسيح عليه السلام وأدخلوا فيه الشرك، واعتقدوا أن المسيح ابن الله فعبدوه من دون الله، ولا يزالون على هذا. إذا استمعت إلى إذاعاتهم في عبادة المسيح تتعجب أين العقول، أين العلم، أين المسيح عليه السلام عبد من عباد الله مخلوق، يقولون لا هو من الله، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. لو استمعتم إلى إذاعاتهم صوت الإنجيل صوت كذا اللي يذيعونها تتعجب من خزعبلاتهم، يصفون المسيح بأنه الابن، أنه المخلص، أنه ولا يذكرون الله، الله ما له ذكر عندهم أبدا، إنما المسيح يسوع ابن الله، يسوع ابن الله يقولون. نعم. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم على أي شيء؟ قاتلهم على الشرك في العبادة، قاتلهم على الشرك في العبادة لما أبوا أن يعبدوا الله وحده وبقوا على عبادة الأصنام، فالرسول قاتلهم مع أنهم يعترفون بالربوبية لله عز وجل، ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين من عبد الأصنام أو عبد المسيح أو عبد الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم لأن كله شرك. الدليل على هذا قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحد تعم كل أحد، لم يقل فلا تدعوا مع الله الأصنام فقط، بل قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كأي أحد، ملك من الملائكة، نبي من الأنبياء، ولي من الأولياء، لا تجوز العبادة إلا لله عز وجل. نعم. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، قال جل وعلا: له دعوة الحق، له أي لله جل وعلا دعوة الحق، هو الذي يستحق أن يدعى، هو الذي يستحق أن يدعى وحده، أما من يدعو غيره فهو مشرك، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لأنهم ما يستطيعون، ما يملكون شيء، كل الأصنام والمعبودات ما تستطيع أن تجيبك إلى ما سألت، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.
لو انك جيت على بير مليان ماء عذب وانت عطشان ولا معك رشاء ولا دلو وقفت على البير ومديت يدك له تبي ماء انت يجيك الماء؟ ما يجيك الماء، لازم تتخذ دلو حبل او متينة او شيء يرفع لك الماء. اما انك تبسط يدك الى الماء تبيه يرتفع لك ما يمكن هذا. كذلك الذي يدعو غير الله هذا ما يحصل على مطلوبه، مثل كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، ما يمكن هذا، ما يمكن. وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين الا في ضلال، الا في ضلال ضياع باطل، ما يحصلون على مطلوبهم ابدا. وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. قد يسأل سائل ويقول نعم عباد القبور قد يحصل لهم بعض مطلوبه، يجي عند القبر ويطلب شيء ويحصل له، فهذا دليل على أن الميت يستجيب ويملك. نقول له هذا ابتلاء وامتحان من الله، هذا من الله، اللي أعطاه هو الله، الذي أعطاه هذا الشيء هو الله وليس الميت، من أجل الامتحان والابتلاء، من أجل أن يظن أن هذا الميت هو اللي أعطاه هذا الشيء، هذا من باب الابتلاء والامتحان. أو أنه صادف قضاء وقدرا من الله، ما هو من أجل الميت، الله مقدر هذا وحصل، ما هو من الميت وإنما هو من الله جل وعلا. فالذي يحصل لعباد القبور من المطالب لا يدل على جواز دعاء الأموات، لأن هذا الذي يحصل لهم هو من الله وليس من الأموات، وإنما أجراه الله لأحد أمرين، إما أنه ابتلاء وامتحان لأجل أن يستدرجهم، وإما أنه قضى وقدر هذا الشيء وحصل وظنوا أنه من الميت وما هو من الميت، من الله جل وعلا. نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله. الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين، هل أحد يشك في أن الرسول قاتل المشركين؟ أبدا، هذا ثابت في التاريخ والسير، ثابت أن الرسول قاتل المشركين، وهذا في القرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ويقول سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اقتلوا المشركين، اقتلوا هذا أمر المشركين، يعني يقتلوهم لأجل أي شيء؟ لأجل شركهم، لأجل شركهم، هذه علة، علة للأمر بقتلهم، وهو أنهم مشركون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه هي الحكمة من الجهاد، أن تكون العبادة لله وحده. هذا لا يشك فيه أن الرسول قاتل المشركين، مع أن المشركين يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر كما في نص القرآن، فدل على أن توحيد الربوبية لا يكفي ولا يدخل الإنسان في الإسلام. العبادات كثيرة، الذبح والنذر والصلاة والصيام والحج والعمرة وجميع العبادات، الصدقات كلها لله عز وجل، الدين لله، الدين بجميع أنواعه والعبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، ويكون الدين كله لله، ما يكون بعضه لله وبعضه لغير الله. نعم. والذبح
كله لله. الذبح التقرب، تذبح ذبيحة تتقرب إلى الله بها، لا يجوز تذبح للميت أو تذبح للقبر، وإنما تذبح قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك الذبح لا يكون إلا لله. فالذي يذبح للقبور، يذبح للأولياء والصالحين، هذا مشرك، الشرك الأكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالأضحية والعقيقة والهدي كل هذا لله عز وجل، ما يجوز يذبح لغير الله. الآن يذبحون عند الأضرحة، يجيبون الأغنام ويجيبون الإبل والبقر ويذبحونها عند الأضرحة، مثل ما الحجاج يذبحون في منى لله هم يذبحون للأضرحة. هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنهم يذبحون لغير الله، يذبحون لغير الله. نعم. والاستغاثة كلها بالله. الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة أخص من الدعاء، الدعاء أعم. الاستغاثة ما تكون إلا عند الضرورة، تكون الاستغاثة عند الضرورة، طلب الغوث عندما تقع في خطر، في مشكلة ضائقة، تستغيث بالله عز وجل. الاستغاثة على قسمين، تنبهوا. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام استغاث به الإسرائيلي على عدوه من القبط، لأن موسى يقدر على إغاثته، فالاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه لا بأس، هذه أمور عادية. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه ما يجوز. الاستغاثة بالمخلوقين هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. نعم. وجميع أنواع العبادة كلها لله. جميع أنواع العبادة، العبادات كل ما شرعه الله فهو عبادة، العبادات كثيرة، منها ما هو عبادة قلبية كالخوف والرغبة والرهبة والتوكل، هذه عبادات قلبية، ومنها عبادات بدنية كالصلاة والصيام والحج والعمرة، ومنها عبادات مالية كالصدقة والزكاة والنذور، هذه عبادات إيش؟ مالية. فالعبادات قلبية أو عبادات بدنية أو عبادات مالية، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الظاهرة على اللسان كالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، أو الظاهرة على البدن كالركوع والسجود، أو العبادات الباطنة في القلب كالخوف والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتوكل، هذه عبادات في القلب كلها لله عز وجل، اسم جامع. شوف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كلها هذه العبادة، كل ما شرعه الله فهو عبادة، أما ما لم يشرعه الله فلا يكون عبادة، يكون بدعة. العبادة توقيفية، ما نحدث في العبادة شيئا من غير دليل من الكتاب والسنة، فلا عبادة إلا ما شرعه الله أو شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادات توقيفية،
ما يعمل منها شيء إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هذه هي النتيجة. إذا قرأت الآيات والأحاديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أن توحيد الربوبية لا يكفي ولم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم وأموالهم حتى يكون الدين لله. الدين ما قال الربوبية، قال الدين ما تدين الله به من العبادة يكون لله عز وجل، ما يكون لأحد فيه شيء. نعم. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذا كان المشركون يعترفون لله بالربوبية وأنه هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرازق، إذن لماذا عبدوا غيره مع أنهم يعترفون أنه لا يملك هذه الأشياء إلا الله؟ الجواب عبدوهم ليكونوا وسائط بينهم وبين الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسائط يشفعوا له. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسائط يقولون نبيهم وسائط. طيب الله أمركم بهذا؟ أمركم أنكم تجعلون وسائط بينكم وبينه؟ وين الدليل على هذا؟ العبادات توقيفية، هات دليل على أن الله أمرنا أن نجعل وسائط بيننا وبين الله. الله أمرنا بعبادته وحده بدون واسطة، أمرنا بدعائه بدون واسطة، أمرنا بطلب الحوائج منه بدون واسطة، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ ما قال اتخذوا وسائط يبلغونني عن حاجاتكم مثل ما هو عند الملوك من البشر. الملوك ما تصل إليهم إلا بواسطة شفيع، أما الله جل وعلا فبابه مفتوح ما يحتاج إلى واسطة ولا، نعم يحتاج إلى واسطة في التشريع فقط في تبليغ الرسالة، أما الواسطة في قضاء الحاجات لا، ما يحتاج إلى واسطة. فافهموا الفرق بين الواسطة في تبليغ الرسالة هذه لابد منها، من أنكرها كفر، أو الواسطة في قضاء الحاجات هذه من أثبتها كفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هناك واسطة من أنكرها كفر، وهناك واسطة من أثبتها كفر. ما هي الواسطة التي من أنكرها كفر؟ الرسالات. إحنا ما نعرف الشرع إلا بواسطة إيش؟ ها؟ إلا بواسطة الرسل، لابد من الرسل، فهذه من أنكرها كفر. وأما الواسطة التي من أثبتها كفر فهي الواسطة بيننا وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. افهموا الفرق بين هذه وهذه. نعم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. إذا عرفت أن المشركين اعترفوا بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم وأموالهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية وهو العبادة وليس توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أحد ينكره، إنما الخصومة والإنكار والجهاد حصل في توحيد الألوهية. المشركون يعبدون غير الله، وبعث الله الرسل لأمرهم بعبادة الله عز وجل، وأبوا، من أبى يجاهد ويقاتل ليكون الدين كله لله جل وعلا. نعم.
وأبى عن الإقرار به المشركون. توحيد الألوهية أبى عن الإقرار به المشركون، ما أبوا الإقرار بتوحيد الربوبية، إنما أبوا الإقرار بتوحيد الألوهية. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. إذا قلت لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها لا خالق ولا رازق إلا الله؟ لا، معناها لا معبود، لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود، والإلهية هي العبادة. أله يأله يعني عبد، فالألوهية هي العبادة. فقولك لا إله أو قولنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. أما من عبد من دون الله فهو بغير حق، فهو بغير حق. هذه كلمة التوحيد. لا، ما قال لا رب إلا الله، انتبهوا، ما قال لا رب إلا الله، هذا كل يدري أنه لا رب إلا الله، لكن قال لا إله، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. في فرق بين الرب والإله. الرب هو الخالق الرازق المدبر، الإله هو المعبود، هو المعبود. في فرق بين هذا وهذا. نعم. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. يعلمون أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتوحيد الربوبية لله وحده، يعرفون هذا، ما يقدرون ينكرونه، ما يقدرون ينكرونه. إنما الذي أنكروه هو توحيد الألوهية، يقولون ما العبادة ما هي خاصة بالله، يجوز أنه يعبد الولي والصنم والحجر والشجر وكل ما يقربه إلى الله. طيب ليه ما تتقرب إلى الله جل وعلا أنت؟ ليه ما تتقرب إلى الله أنت بدون أن واحد يقربك يتوسط لك؟ هذا من العجائب، هذا من العجائب. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم. المشركون ما يعنون بالإله المعبود، يعنون بالإله هو الرب، يقولون الإله هو الرب والسيد، هذا غلط. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. كل الرسل يدعون إلى لا إله إلا الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل بعثوا بلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. نعم. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. أي نعم، كثير يقولون لا إله إلا الله لكن ما تنفعهم، لأنهم لا يفهمون معناها، ما يفهمون معناها، يظنون إن معناها توحيد الربوبية، وأنه لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا اللي يظنون، هذا غلط كبير. بل معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كثير ممن ينطقون بها لا يفهمون معناها، وهذه المصيبة. والمقصود ليس لفظ لا إله إلا الله، المقصود معناها، المقصود معناها والعمل بمقتواها. أما مجرد اللفظ هذا ما ينفع مع عدم المعنى،